شفت يا باشا؟ انت يلا واعترف مين اللي عمل في اخويا كده ومين الدكام عشان تعمل فيه كده؟ ولا انت ما تعرفنيش انا ممكن اعمل فيك ايه؟ هتعمل ايه يعني؟ هتعمل ايه؟ ها؟ انت تقعد ساكت خالص. لا مؤاخذة يا باشا، اخويا ومحموق له. مفيش الكلام ده. ها يا ابني، ايه اقوالك في الفيديو اللي شفته ده؟ يا باشا السؤال ما يتسألش كده. خدت كام يالا؟ خدت كام عشان تعمل كده؟ لو مين اداك الفلوس دي؟ انا مش قلت لك ما تتكلمش؟ ما تتكلمش خالص. حاضر يا باشا. مين ياض اللي بعتك بالشنطه؟ انت حضرتك قلت نفس اللي انا قلته. انا هنا بس اللي بسال. قول يا ابني خلصنا. والله العظيم يا باشا غصب عني، انا عايز غلبان والله يا باشا. انا واحد اداني 2000 جنيه وقال لي خد الشنطه دي وكلم الرقم ده وقابله واديها له، وانا والله العظيم ما كنت عارف فيها ايه. وطبعا اللي اداك الفلوس دي كمان ابو ريب. لا، واحد اسمه احمد زكي. احمد زكي؟ انت تستعبط يالا، هتعملي فيها ابن حلال؟ بقول لك ايه، ولا الباشا ان كان جديد فانت ما تعرفيش انا ممكن اعمل فيك ايه. لا ده انا جايبها من تحت قوي يالا. حلو قوي، ما دام جايبها من تحت يبقى تنزل تستنانا تحت. خلاص والله يا باشا ما افتح بقي تاني. تقعد ساكت خالص خالص. يلا يا ابني امضي على اقوالك. باشا هو عمر كده افراج خلاص؟ افراج ومصير ان شاء الله دخلك مكان. اديني اوديك طولة العمر يا باشا.